يا هلا وميت هلا وطلابي طلاب الرابع اعدادي، اهلا وسهلا بكم بهاي المحاضره المهمه جدا. ان شاء الله اليوم راح ناخذ بيها زمنيا كلش مهمات. اليوم موضوعنا الماضي التام البسيط والماضي التام المستمر. ذن الزمنيا كلش مهمات وسهلات، اريدك تركز وياي بهن. اليوم موضوعنا زمن الماضي التام past perfect simple and continuous. خليها ببالك، اليوم موضوعنا زمن اسمه الماضي التام البسيط والمستمر. الماضي التام المستمر والماضي التام البسيط. شنو هو زمن الماضي التام؟ طبعا عندك التام، عندك زمن past perfect simple، هذا يا زمن عندك زمن الماضي التام البسيط. شنو هو زمن الماضي التام البسيط؟ يقول لك يستخدم هذا الزمن للتعبير عن حدث وقع في الماضي قبل حدث آخر، ويكون الحدث الأقدم هو الماضي التام، بينما الحدث الآخر يكون عند الماضي البسيط. ركز هنا، يستخدم زمن الماضي التام البسيط للتعبير عن حدث وقع في الماضي قبل حدث آخر، ويكون الحدث الأقدم يعني أقدم من الماضي، الماضي التام، والحدث الآخر ياهو يكون عندي الماضي البسيط. زين، مثل ما تعرفون كل زمن باللغة الإنجليزية بثلاث حالات: حالة إثبات، حالة نفي، حالة سؤال. يعني عندك أول شيء حالة الإثبات، نطلق عليها affirmative، حالة الإثبات. زين، حالة الإثبات بالماضي التام البسيط جدا سهلة. باو، ركز على القاعدة. القاعدة شو تقول؟ تقول الفاعل يجي بالبداية عندك، بعده تستخدم الهاد زائد تصريف ثالث المن للفعل زائد تكملة الجملة. هاي القاعدة اللي راح تستخدمها. ركز هنا، أول خطوة راح تجيب الفاعل الموجود اللي يعطيك إياه الأستاذ بداية الجملة، هذا نسميه فاعل، أما يكون عندي ضمير أو يكون عندي اسم. زين، بعدها راح تستخدم شنو؟ تستخدم الهاد من عندك، تكون حافظ الملاء مالتها، تقول فاعل بعدها هاد، بعدها شنو؟ تصريف ثالث للفعل. وشرحت لك سابقا انا بالاضافه الاي دي، قلت لك اضافه الاي دي شو تفيدنا؟ شنو تحول الفعل؟ اما تحوله اما للتصريف الثالث او تحوله للماضي. احنا هسه احتاجينا شنو؟ احتاجينا التصريف الثالث. اي فعل اضيف له اي دي تحول عندك تصريف ثالث. اضافه عندك شنو؟ الافعال الشاذه، كل فعل تلقيه بالشواذ، مو عندك جدوليا، مو عندك ثلاث جداول. الجدول الاول شنو؟ مضارع. الجدول الثاني شنو؟ ماضي. الجدول الثالث تصريف ثالث. خليها ببالك، من اقول لك تصريف ثالث؟ اذا لقيت فعل موجود بالشواذ اما تحوله للجدول الثالث، حول للجدول الثالث. اذا لقيت فعل موجود بالشواذ حوله للجدول الثالث، واذا ما لقيته موجود بالشواذ شو تسوي له؟ تضيف له اي دي تحول عندك شنو؟ تصريف ثالث. يعتمد على محاضره الاي دي، اضافه الاي دي والشواذ اللي اخذناهن بالمحاضره السابقه اذا تتذكرهن. فهمت الفكره؟ زين، زائد تكمله الجمله. هسا عرفنا القاعدة، حالة الإثبات أول خطوة أجيب الفاعل، بعدها استخدم الهاد، بعدها تصريف لازم يكون عندي تصريف ثالث للفعل، بعدها تكملة الجملة. بالامتحان الأستاذ راح يعطيك جملة، مثلا يقول لك، لاحظوا ياي، قايل لك آي، يعطيك الأستاذ مثلا فينيش بين قوسين هيك. زين، قال لك ماي هومورك بيفور دنا. الاستاذ اعطاني جمله هيك بالامتحان، ايش قال لي؟ قال لي هاي الجمله سوي لي اياها، سوري، هاي الجمله سوي لي اياها ماضي تام بيرفكت. الاستاذ قال لي هاي الجمله سوي لي اياها ماضي تام. زين، اجي للجمله، كل سهله. اول شيء اجيب الفاعل اللي معطيني اياه انزله، الاي نزلتها، بعدها استخدم الهاد، بعدها اجي لهذا الفعل. هذا الفعل
موجود بالشواذ لو ما موجود؟ هسه تقول استاذ هذا الفعل ما موجود بالشواذ، اذا شو تسوي له؟ تقول استاذ نطبق عليه قواعد الايدي، نطبق عليه الشرط الاخير عدا ذلك نضيف ايدي. ضفنا له ايدي. فهمت؟ بعدها سويت كتبت تكمله الجمله. فهمت الفكره شنو؟ زين. مثلا الاستاذ بالامتحان اعطاك لا، قال لك هي اعطاني الفعل go بين قوسين. زين؟ to the ايش عندي؟ store before it started. الاستاذ اعطاني جمله، هاي الجمله قال لي سوي لي شنو؟ ماضي تام. اجي انزل الفاعل نفسيته، بعد الفاعل استخدم الهاد، بعدها هذا الفعل اجي اباوع عليه، هذا الفعل موجود بالشواذ لو ما موجود؟ هسه تقول استاذ موجود، اذا شو اسوي له؟ تقول استاذ احوله للجدول الثالث، كون انا حافظ الملا مالته، اجي احوله للجدول الثالث كون حولته، بعده اكتب بقيه الجمله وخليه نفضل. فهمت الفكره؟ فهمت الفكره شنو؟ زين. هاي بالنسبة عندك شنو؟ بالنسبة عندك حالة الإثبات حاول تكتب وياي إذا ما عندك ملزمة. حالة النفي هم جدا سهلة. عندك حالة النفي بين قوسين يقول لك نيجاتيف نفي. الأستاذ بالامتحان أول شيء نجي ناخذ القاعدة. القاعدة تقول فاعل. فاعل. بعد الفاعل الهاد يصير عندي هادنت او تصير عندي هاد نوت بهذا الشكل. بعدها زائد تصريف ثالث المن للفعل زائد تكمله. هاي حاله النفي. الاستاذ بالامتحان راح يعطيك جمله قال لك اي هاد كوم بوليت طاني الجملة وين؟ The pill run. الأستاذ أعطاني الجملة هيك شي، إيش قال لي؟ قال لي سوي لي نفي. سوري. قال لي سوي لي نفي. زين. الأستاذ من قال لي سوي لي نفي أنا هواي عندي أزمنة بها نفي باللغة الإنجليزية، ما أقدر أركض نفي بالماضي التام. مش مدري انها هاي ماضي تام، بس اكو دلاله بالجمله تساعدني. لقيت شنو؟ لقيت هذا ولقيت تصريف ثالث المن للفعل الموجود، قلت هذا ماضي تام، اذا الاستاذ يريده من عندي شنو؟ ماضي تام، يعني نفي بالماضي التام. انا عندي قاعده اقول وين ما القي الهاد اضيف قدامها نوت نفي الجمله، اقول اي هاد، اقدر اقول اي هادنت، واكتب التكمله كما هي. وخلينا نقطه. زين هاي بالنسبه شنو؟ عندك حاله النفي، زين. عندك حالة السؤال. حالة السؤال. شنو حالة السؤال؟ نفس الشيء اجيب الهاد اخليها بالبداية مع اول حرف من عندها كبير، بعدها يجي الفاعل الموجود، بعدها تصريف ثالث المن للفعل الموجود عندي، تكملة الجملة، نهاية الجملة مالتي علامة استفهام. هاي بالنسبة عندك حالة السؤال. الأستاذ نفس الحالة هم يعطيك جملة قايل لك she had left the house زين before قبل the storm started. الأستاذ أعطاني جملة هيك بالامتحان، قال لي هاي الجملة سوي لي إياها سؤال. الأستاذ من قال لي سوي لي إياها سؤال، أول خطوة أجي أشوفها يا زمن هاي، لقيت هاد ولقيت تصريف ثالث، قلت هذا ماضي تام. أجيب الهاد أحولها بالبداية مع أول حرف من عندها كبير بهذا الشكل، بعدها أكتب بقية الجملة.
اكمل الجمله كلها واخلي نهايه الجمله مالتي علامه استفهام، صارت عندي حاله السؤال، فهمت الفكره؟ كل السهل. هاي بالنسبه عندك شنو؟ هذا بالنسبه عندك الماضي التام البسيط. زين، نروح انا وياك للزمن الثاني، الماضي التام المستمر. الماضي التام المستمر عندك زمن الماضي التام المستمر. شنو هو زمن الماضي التام المستمر؟ يقول لك يستخدم زمن الماضي التام المستمر للتحدث عن فعل وقع قبل فعل آخر ويستغرق الفعل الأول وقتا طويلا أو لم ينتهي. هذا بالنسبة شنو استخدامه؟ زين، مثل ما تعرفون كل زمن بيه ثلاث حالات، حالة إثبات. أول ما نجي ناخذ حالة الإثبات بمن؟ بالماضي التام المستمر، حالة الإثبات. لاحظوا يا شنو حالة الإثبات؟ القاعدة الرئيسية تقول عندك فاعل، بعد الفاعل تستخدم الهاد. ما دام اكو continuous استمرارية اكو ING بالموضوع. تتذكر شنو فائدة الING؟ تستخدم مع جميع الأزمنة الاستمرارية. فاعل هاد زائد باور زائد بين، تكتب بين زائد الفعل تضيف له ING، اكو ING عندنا بالموضوع، فهمت الفكرة؟ زائد تكملة الجملة وتخلي نقطة. هاي بالنسبة شنو؟ هاي حالة الإثبات، بحيث الأستاذ أي جملة يعطيك إياها، مثلا الأستاذ أعطاك جملة بالامتحان قال لك the police، أعطاني الفعل، ناخذ الفعل look for the criminal، اعطاني الجملة هيجي. زين، الأستاذ بين قوسين قال لي سوي باور، قال لك سوي ماضي تام perfect continuous، قال لك الأستاذ سوي ماضي تام مستمر. زين، الأستاذ قال لي سوي ماضي تام مستمر، كل السهلة، أنا عندي قاعدة أجيب الفاعل الموجود بالبداية أنزله كما هو، بعدها اجي استخدم الهاد، بعد الهاد اكتب بين، بعد البين الفعل اللي عندي اضيف له ING، هذا الفعل اطبق عليه شنو؟ شروط الING اللي خبتهن سابقا. فهمت الفكره؟ بعدها اكتب بقيه الجمله واخلي نقطه. فهمت الفكره؟ هاي بالنسبه عندك شنو؟ بالنسبه عندك حاله الاثبات. زين، حاله النفي هم كل سهله، اروح انا وياك لحاله النفي. حالة النفي النيجاتيف، نفس الحالة، الفاعل بالبداية، بعد الفاعل الهاد، أما أقول hadn't أو أقول had not، زائد been زائد فعل بي ان جي زائد تكملة الجملة وخلي نقطة. هاي بالنسبة عندك حالة النفي كلها. لاحظوا ياي الأستاذ بالامتحان يعطيك جملة يقول لك نفس الجملة اللي أخذناها هسا سابقا، قال لك the police had been looking for، زين شو معطيني؟ the criminal، اعطاني جملة هيك شي الاستاذ بالامتحان، قال لي هاي الجملة سوي لي اياها نفي. زين، ما دام الاستاذ قال لي سوي لي اياها نفي، اجي باوعت لي الجملة لقيت فيها، لقيت فيها هاد وبين وفعل بي ان جي، قلت اذا كل سهلة، هاي ماضي تام مستمر، اذا الهاد وين ما القيها؟ اضيف قدامها شنو؟ اضيف قدامها نوت فقط، او اقول hadn't او had not been looking for، تكمل الجملة وخلي نقطة. فهمت الفكرة شنو؟ زين، هاي بالنسبة عندك شنو؟ هاي حالة النفي. زين، عندك حالة السؤال، هم كل سهلة حالة السؤال. عندك حالة السؤال نطلق عليها questions،
أو حالة الاستفهام. باو، حالة السؤال هم سهلة. أول خطوة أجيب الهاد أخليها بالبداية مع أول حرف من عدة كبير، بعدها أجيب الفعل، بعدها أكتب البين زائد الفعل زائد ING زائد تكملة الجملة، وأخلي نهاية الجملة مالتي علامة استفهام. هاي بالنسبة عندك شنو؟ حالة السؤال. زين، الأستاذ نفس الحالة أعطاني هم جملة، نفس الجملة قال لي the police had been looking for the criminal. أعطاني جملة هيك اللي سوي ليها سؤال. زين، الأستاذ أعطاني هاي الجملة قال لي سوي ليها سؤال، كل سهلة. لقيت بيها الهاد بين تصريف فعل بي اي ان جي، قلت هذا شنو؟ الماضي التام المستمر. الهاد اجي احولها الى بدايه الجمله مع اول حرف من عده كبير، وبعدها اكتب بقيه الجمله كلها اكتبها، واخلي نهايه الجمله مالتي علامه استفهام، تتحول عندي حاله سؤال. طلابنا الاعزاء، هذا كل ما متعلق عندك بالماضي التام البسيط والماضي التام المستمر. ان شاء الله تكون استفاديت من هالمحاضره. اضافه اني اعطيتك فروقات تلقين هم صفحه 49، فروقات بين الماضي، بين الماضي الماضي التام البسيط والماضي التام المستمر. اعطيتك ما الفرق بين زمن الماضي التام البسيط وزمن الماضي التام المستمر، وشرحت لك اياها بطريقه اكثر علميه. قال لك يستخدم للتحدث عن هذا الماضي شنو؟ الماضي التام البسيط يستخدم للتحدث عن فعل او حدث اكتمل قبل وقت معين او حدث اخر في الماضي دون التركيز على الامد او استمراريه الفعل، يركز على نتيجه او حقيقه حدوث الفعل. هاي بالنسبة شنو؟ هاي بالنسبة عندك الماضي التام البسيط. مطيتك مجموعة جمل، قايل لك هنا he had read the book before he watched the movie. باوع بيها زمنين، تتذكر من قلت لك يستخدم زمن الماضي التام البسيط تحدث عن حدث وقع قبل حدث آخر، ويكون الحدث باوع ويكون الحدث الأقدم شنو؟ ماضي تام، والحدث الآخر ماضي بسيط. لاحظ الجملة، قايل لك he had read the book، هو قرأ الكتاب قبل before he watched the movie، لقد قرأ الكتاب قبل أن يشاهد الفيلم. يا هو الحدث الأقدم، قراءة الكتاب لو مشاهدة الفيلم. أستاذ قل لا أستاذ، قراءة الكتاب الحدث الأقدم. الحدث الأقدم كان عندي شنو؟ ماضي تام بسيط، والحدث الآخر كان عندي ماضي بسيط. فهمت الفكرة؟ بينما قال لك they had arrived home، هم وصلوا إلى البيت by 8 o'clock، لقد وصلوا إلى للمنزل قبل الساعة 8 بعد الحدث. زين، بالنسبة عندك الماضي التام المستمر، يقول لك يستخدم للتعبير عن فعل مستمر أو حالة كانت تحدث على مدى فترة من الزمن قبل حدوث فعل آخر في الماضي، ويركز على مدى الفعل أو استمراريته وليس فقط على حقيقة حدوثه. يعني شلون؟ لاحظوا ياي، قايل لك he had been reading the book for hours when he decided to watch the movie. يعني قايل لك لقد كان يقرأ الكتاب لساعات، يقرأ الكتاب لساعات عندما قرر أن يشاهد الفيلم. يعني باوع الكتاب يقرأ شنو؟ لساعات قبل أن يقرر أن يشاهد الفيلم. لاحظت؟ بينما قال لك they had been waiting in line for a long time before the doors opened. قال لك كانوا ينتظرون في طابور لمدة طويلة قبل أن تفتح البوابة. ينتظرون طابور يعني استمرارية الفعل waiting، ينتظرون في طابور قبل أن تفتح البوابة. فهمت الفكرة شنو؟ هاي بالنسبة شنو؟ هذني الحقائق التفرقة بيناتنا بشكل شنو؟ بشكل عام. طلابنا الأعزاء، هذا كل ما متعلق بالمحاضرة مالتنا. إن شاء الله تكونوا استفاديتوا من عدها، وإن شاء الله أشوفكم بالمحاضرة القادمة في أمان الله.